الواش ماشي البعيد والبلايص اللي تحبها وقلبك فيها ممكن في بلادك تتمتع بيها. الخضار على يمينك والسحر على يسارك، تطلع تجري على الدون توصل للقمة لين تخطفك الشمس، ولا تعمل دورة ما عملتيش من قبل تتمشى فيها في راحة العقل. منها تلقفك نسمة الصحراء وبرودة العين، ولا تنديك النسمة اللي كي تفوح ترجع فيك الروح. العسل المشهد المطبقة انت اللي تختار، برمج احجز في أقرب وكالة أسفار وتفرهد في بلادك. تونس ليك.